السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تشغيل ألعاب النينتيدو على أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود الشغالة بنظام iOS 9 بجميع إصداراته إلى iOS 9.1 الإصدار الأخير إلى حد الآن. الطريقة لا تحتاج إلى جيلبريك، والأفضل من ذلك أنها لا تحتاج إلى حاسوب، أي كل عملنا سيكون من خلال الهاتف فقط. إذن نبدأ الشرح على بركة الله. في البداية ستحتاج إلى تطبيقان من الأب ستور وتطبيق من خارج الأب ستور، أي المحاكي أو تطبيق النينتيدو الذي سنشغل الألعاب عليه. ستحتاج إلى المحاكي هنا كما ترى أمامك، ستحتاج أيضا إلى هذا التطبيق وهذا التطبيق. إذن في البداية ستقوم بتنزيل المحاكي، تدخل إلى متصفح سفاري، تدخل إلى الرابط iElementor.com، تذهب إلى قسم الأبس، تنزل إلى الأسفل حتى تجد التطبيق الذي سنقوم بتنزيله. هذا هو التطبيق NDS for iOS، تقوم بالضغط عليه، تضغط على Install. الآن تنبثق لك نافذة تخبرك بتأكيد التنزيل، ستقوم بالضغط على Install من هنا حتى يتم تنزيل التطبيق، تنتظره حتى يتم التنزيل. في حال لم تشتغل معك المحاكي أو لم يشتغل معك هذا التطبيق، ستدخل إلى الإعدادات، بعد ذلك General، بعد ذلك ستذهب إلى Profiles أو ملفات التعريف إذا كان هاتفك باللغة العربية، تختار التطبيق، تضغط على Trust، هنا ستجدها بدل Delete App. في البداية وفي أول مرة تقوم بتنزيل التطبيق فيها، وعندما تقوم بالدخول إليه لن تجد أي ألعاب في قائمة الروم ليست، وبالتالي وجب عليك تنزيل ألعاب حتى تتمكن من لعب هذه الألعاب على هذا المحاكي أو هذا النينتيدو. إذا ستنتقل إلى متصفح سفاري مرة أخرى وتقوم بالدخول إلى الرابط loverooms.com، بعد ذلك ستنزل إلى الأسفل حتى تجد الخيار الرابع Nintendo DS، هنا تقوم بالضغط على هذا الخيار. بعد ذلك ستظهر لك الألعاب التي تتوافق مع النينتيدو دي اس أو الألعاب الخاصة بالنينتيدو دي اس، تختار أي لعبة تريدها من هذه القائمة. على سبيل المثال ستختار هذه اللعبة الباك بيكس، تنتظر قليلا حتى يتم فتح الصفحة الخاصة بهذه اللعبة، تنزل إلى الأسفل وتضغط على داونلود ولا تضغط أي شيء بعدها، يعني تضغط وتبتعد عن الشاشة وتنتظر حتى ترى ماذا سيحدث، لا تقوم بإعادة تحميل الصفحة ومن ذلك، فقط هكذا حتى يظهر لك هذا الخيار مشاهدي الكريم كما ترى أمامك عند انتهاء التنزيل، لأن التنزيل سيكون في الباك جراوند أو في الخلفية يعني غير مرئي. بعد الظهور لك هذه الشاشة، هذه الشاشة ستضغط على Open In من هنا وتختار تطبيق الاير شيفر الذي قمنا بتنزيله، طبعا تقوم بالضغط عليه، بعد ذلك ستنتقل مباشرة إلى تطبيق الاير شيفر. الآن سيظهر لك جميع الخيارات الموجودة في الباك بيكس هنا كما ترى أمامك في الأعلى، ستختار اللعبة لأنه سيوجد ملفات BNG يعني صور، وكذلك BNG آخر وBNG وأيضا Info، ستختار الملف الذي يكون بامتداد NDS هنا، هذا هو الملف كما ترى أمامك، تقوم بالضغط عليه، تضغط على OK. الآن تختار الدوكومنتس أو الملفات يعني المستندات إذا صح التعبير، تقوم بالضغط عليه. الآن تضغط على Select، تنتظر حتى يتم النسخ. بالفعل الآن ستعود إلى الملفات هنا، حافظة الملفات كما ترى أمامك هنا في هذا الخيار بالأعلى، ستجد كل ملفات في أول مرة، طبعا ستجد ملف واحد فقط، وكما ترى أمامك هنا الباك بيكس هذا هو الملف الذي قمنا بإضافته، ستقوم بالضغط عليه مرة أخرى. الآن ستختار التطبيق الثاني الذي قمنا بتنزيله الفايل ماستر، تقوم بالضغط عليه، ستنتقل إلى تطبيق الفايل ماستر من هنا. إذن الآن ستجد في هذه الشاشة تطبيق الباك بيكس أو أي تطبيق قمت بتنزيله، إذا نبحث عنه، هذا هو تطبيق الباك بيكس، تقوم بالضغط عليه مطولا هكذا. الآن ستضغط على زايب من هنا، تنتظر حتى يكتمل الضغط حتى يصل 100%، سريع جدا يعني ليأخذ بعض الكثير من الوقت يعني. الآن قد تم إنشاء ملف جديد مضغوط بصيغة زايب الباك بيكس كما ترى أمامك هنا باللون الأزرق، تقوم بالضغط عليه مطولا مرة أخرى وتختار Open With. الآن تختار التطبيق المحاكي أو تطبيق النينتيدو، تضغط عليه.
إذا انتقلت، لاحظ معي مشاهدي الكريم، تم إضافة اللعبة إلى جانب هذه الألعاب، البوكيمون لدي كذلك سوبر ماريو والباك بيكس في تطبيق المحاكي. الآن لدي 3 ألعاب، يمكنك تنزيل العدد الذي تريده من الألعاب ولعب كل الألعاب التي تريدها بكل سهولة وبدون مشاكل، ورائع جدا يعني هذا التطبيق، لا يوجد به تقطعات، لا يوجد به يعني خروج تلقائي، لا يوجد به كل هذه المشاكل.